في إطار حرص وزارة الصحة على إطلاع المواطنين والمقيمين على كافة المستجدات للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، فقد قامت بتدشين صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تتضمن النتائج السليمة والحالات القائمة، يتم تحديثها يوميا بصورة دورية مستمرة، ويمكن للجميع متابعة المعلومات والإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا كوفيد-19 في مملكة البحرين عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. وتنوه الوزارة إلى أن الصفحة الخاصة بمستجدات الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 تتضمن قسما لتوضيح الشائعات وجدولا ملخصا عن الحالات، يتضمن النتائج السليمة والحالات القائمة، إضافة إلى توضيح الحالات القائمة في العزل الذي لا يتطلب وضعها الصحي أخذ الأدوية، والتي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج اللازم. كما تتضمن الصفحة أقساما خاصة بالأخبار الصحفية وقنوات اليوتيوب باللغة العربية والإنجليزية والأردو والهندية، وإصدارات ووسائط توعوية بالعديد من اللغات تتعلق بطرق الوقاية ونصائح للمسافرين.